ماتوا وظهر الآن دعمهم الحقيقة ما هو ظاهر، لكن متى يستطيع العالم الدبلوماسية؟ مهلا تشيل بقى هالبطيخ من إيدك وتعال أحكي معي كلمتين. فقط انتصارات هذا يلا العربي السوري لن نعم. على كل حال عندما تتحدث عن لنا شلون يصير معك سهر؟ شو بكي؟ لك شو بني بدي احكي لك؟ تفضل احكي عم بسمعك. الله لا يوفقه، كسر لي قلبي للبرد. لقوا شو؟ شاد الظهر وبقبوه، ابصر شو بيشتغل. يكون شي تاجر معه مصاري كثير. لا لا مو هيك تاجر، رحت لعنده على الجامعة. الله وكيلك رفيقته وما بقى اللي تجيب لي الشرطة. طلعت من عنده مكسورة الخاطر ودموعي على عرض خدودي. اسمعي اسمعي. وردنا الآن ما يجب المعلومات الأولية من مكان التدريب في المؤسسة الحكومية. استشهاد مسؤول رسمي المستوى. لك هذا هو. دعوتين ناسفة تم زرعها في مكان. لك أبونا يا زلمة هلا بدي أحكي لك عنه، هذا هو. وردنا الآن ما يجب. لا ما. المعلومات الأولية هذا من مكان التدريب في المؤسسة الحكومية. شو صاير؟ استشهاد مسؤول رفيع المستوى نتيجة. الشباب معهم تعليمات مشددة على تفتيش جميع السيارات. يا سيادة النقيب يا حبيبي يا عيوني أنا معك، بس يعني بالنهاية نحن ناس معروفين بالبلد. يا حبيبي نحن كل شيء عم نعمله كرمال سلامتكم وسلامة هالبلد. ماشي أنا معك، بس العنصر تبعك غلط معي بالحكي وقدام مرتي، يعني هاي فيها إهانة لإلي. يا سيد تيسير، الشباب طول الوقت واقفين بالحر وبالبرد وبالتعتير، يعني ونحن بالنهاية بشر إلا ما يغلط الواحد. على كل فرصة سعيدة، تشرفت بمعرفتك سيد تيسير، سيارتك تكون خلص التفتيش. أي الله يعطيكم العافية. الله معك. تفضل. أبو عبد الرحمن السلام عليكم. الحمد لله بخير. حبيت خبرك مشان اجتماع اليوم ما تأخروا، وخبر الأخ أبو إسلام كمان. أيوة نحن اشتقنا لكم. بشائر الخير عم تقرب بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله معك بأمان الله. أبو محروس بأمره، جهزي المكان والأمور كلها، اليوم جايينا ضيوف مهمين كتير. ايه ان شاء الله ان شاء الله مبيض لك وشك الابيض. هلا هي فوق فوق فوق. طبيعه هذه الرسائل المصححه هل يدرك العالم بانها على فكره انت خالصها؟ تضحكني. شو اللي بيضحك؟ الموت بيضحك؟ لا الموت ما بيضحك، بس سمعتي مين بدنا العمليه؟ سمعتي منين؟ سمعت. شو يعني؟ اساسا هن عملوا هي الازمه مشان يخربوا البلد، بقى مش مستغرب؟ ايه والله بدهم يخربوا البلد، الله يخرب بيته. الشعب السوري يوقف على يدها ويد من اساسا يتحالف معها. والله وزبطت معك يا ابو سمره وقدرت تعملها وتنفذ، بس شو عرفني انه نفذ؟ بركي كانوا مسكين وعم يعملوا هاي الحركة مشان يعرفوا من ورا سمير. هدول الناس مو سهلين بنوم. ولي إذا هالحكي صح. العمى بقلبك شو صاير غليظ؟ أنا قلت لحالي بيجي بحكي لك شو عمل يزن، نتسلى، طلعت جارين خالص أنت، أنا ماشية يا. الله يرحمك. لا شد حيلك عمو يزن، شد حيلك عمو يزن، كلنا معرضين انه نستشهد. الله يرحمك.
لي طونت. طب لي بعدك.